بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات، الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى، خارج المسجد. أخواني وأخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال، وهي 8000 قدم مربع، وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلي. خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد، ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال. كما ذكرت سيكون فيها بعض الطاولات والكراسي للجلوس والتباحث بين الرجال إن شاء الله، وأيضا تتسع إلى أكثر من 500 مصلي إذا احتجنا أن نستعمل هذه المنطقة للصلاة. إخواني وأخواتي، هذا هو المصعد وهذا هو الدرج للطابق الثاني، وخلفي كما ترون إخواني الكرام وأخواتي هي مكاتب جامعة مشكاة، وهذه القاعة الرئيسية في الطابق الثاني ولها عدة استخدامات. طبعا هذه القاعة أكبر من القاعة الرئيسية الموجودة في الطابق الأول، وتتسع إلى على الأقل 1200 إلى 1500 مصلي. على يساري هي المكتبة الإسلامية إن شاء الله، وهي معدة مخصصا للطلاب العلم الإسلامي والشريعة وغيرها من هذه الأمور، وأيضا وراها مكتب آخر للجامعة، وهو زي مكتب لعقود الاجتماعات ومكاتب أخرى للمسجد. هذا هو ملعب كرة القدم، وأيضا هو اجتماع لعدة أمور تحدث هنا في هذه المدينة مثل الروديو وغيرها من هذه النشاطات. فموقع المسجد موقع استراتيجي جدا جدا، كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد، وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.